يوما بعد يوم تتصاعد الأصوات وردود الأفعال الدولية المنددة والمناهضة لمشروع الضم الإسرائيلي، كما تعلو أصوات برلمانيين أوروبيين يطالبون باعتراف بلادهم بالدولة الفلسطينية، فيجد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نفسه بمأزق سياسي لا يعرف له مخرجا، باحثا عن طوق نجاة من خلال إلقاء اللوم على شركائه في الحكومة من حزب كحول لافان. محاولات إسرائيلية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية تتزامن مع محاولات إسرائيلية أخرى لإخضاع أهالي النقب الذين انتفضوا ضد سياسات الاقتلاع والتهويد، فباغتتهم اليوم آليات الهدم الإسرائيلية المدججة بقوات كبيرة من الشرطة، وقامت بهدم 3 بيوت بعد أن داهمت كلا من قرى الزرنوق وبير الحمام ورويس مسلوبة الاعتراف. سياسات الضم والاقتلاع والتهويد ترافقها سياسات التمييز والإقصاء في تخصيص الميزانيات التي يحرم منها المواطن العربي في ظل أزمة اقتصادية حرجة ما زالت مستمرة مع استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا على امتداد البلاد وداخل المجتمع العربي. إلى العناوين: ارتفاع مقلق بوتيرة الإصابات بكورونا واستمرار أزمة العاطلين عن العمل جراء الجائحة. قوات الهدم الإسرائيلية تداهم قرية بئر الحمام مسلوبة الاعتراف بعد يومين من الاحتجاجات. 1000 برلماني أوروبي يطالبون بإدانة الضم، و120 برلمانيا فرنسيا يدعون للاعتراف بفلسطين. حذر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي من تصعيد بالأراضي الفلسطينية بسبب رفضهم لمخطط ضم أراضٍ فلسطينية لما يسمى بالسيادة الإسرائيلية. وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، أشارت تقديرات غالبية الأذرع الأمنية الإسرائيلية إلى أن تنفيذ الضم سيؤدي إلى احتجاجات فلسطينية واسعة. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي البديل ووزير الأمن بيني غانتس إن إسرائيل ستمضي دون الفلسطينيين إن لم يتباحثوا في موضوع مخطط الضم الإسرائيلي، وذلك في تصريحات له خلال إيجاز صحفي مع المراسلين العسكريين. ووفقا للمصادر، فإن غانتس أشار إلى أن إسرائيل لن تستمر بانتظار الفلسطينيين في حال استمروا في رفض الحوار حول المخطط، وقدر أن تنفيذ الضم لن يؤثر على حياة الإسرائيليين والفلسطينيين وسيكسر الجمود السياسي. يخوض العمال الاجتماعيون في البلاد منذ عدة أيام نضالا يطالبون من خلاله بتحسين ظروف عملهم وزيادة الملكات وزيادة القوى العاملة وتحسين رواتبهم وتوفير الحماية لهم خلال عملهم. ونظم ممثلو العمال عدة فعاليات احتجاجية ومسيرات خلال هذا الأسبوع لليوم 3 على التوالي بمشاركة عاملين اجتماعيين من المجتمع اليهودي والعربي، كما ونظم اليوم العاملون الاجتماعيون مسيرة مشيا على الأقدام من بيت شمش مرورا ببلدة أبو غوش. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا مهند جبر، مدير قسم الخدمات الاجتماعية في مجلس أبو غوش المحلي. مساء الخير سيد مهند. بداية، يعني لو تحدثنا عن المسيرة التي نظمتموها اليوم، ما هي أهدافها وما هي المطالب التي رفعتموها؟ مساء الخير. على مدار الأسبوع الحالي من يوم الأحد لليوم كنا في مسيرة أخصائيين اجتماعيين اللي انعملت من خلال نقابة الأخصائيين الاجتماعيين بمسيرة اللي بلشت زي ما ذكرت من يوم الأحد وراح تستمر ليوم الخميس على مدار أسبوع كامل. بلشنا نمشي من القدس من خلال مسيرة مشي من خلالها عملنا عدة محطات، واليوم المحطة كانت في منطقة أبو غوش، وبكرة إن شاء الله في مظاهرة كبيرة لكل الأخصائيين الاجتماعيين في كل البلاد. مطالبنا واضحة: أولاً موضوع رفع أجور وظروف العمل تبعت الأخصائيين الاجتماعيين، زي ما بتعرف الرواتب
ومنظومة الرواتب للأخصائيين الاجتماعيين عفى عليها الزمن. هل يعقل أن أخصائي اجتماعي في سنة 2020 بتقاضى مبلغ الحد الأدنى من الأجور؟ هل يعقل؟ يعني هذا السؤال سيد مهند، لو تصف لنا وضع العامل الاجتماعي اليوم في البلاد، ما هي أبرز الصعوبات التي يواجهها، ولماذا هو بحاجة إلى المزيد من الدعم من قبل الحكومة والوزارات المعنية؟ أجور عمل متدنية، رواتب زي ما حكيت الحد الأدنى من الرواتب في الأجور في للموظفين في السلطة الحكومية في السلطات المحلية، ظروف عمل متدنية، كل موضوع الحماية والعنف الموجه ضد الأخصائيين الاجتماعيين نتيجة قلة المصادر والميزانيات من قبل الحكومة، كل هاي المواضيع طبيعي بتصعب عمل الأخصائيين الاجتماعيين في السلطات المحلية في البلديات وفي الأماكن اللي بيعملوا فيها الأخصائيين الاجتماعيين. فكل هاي الأمور، ظروف العمل، رواتب متدنية، عدم وجود حماية للأخصائيين الاجتماعيين، كل موضوع العنف المنتشر في المجتمع الإسرائيلي عامة، مجتمعنا العربي خاصة، كل هاي الأمور بتحد بتصعب عمل الأخصائيين الاجتماعيين، تجعل يعني مهمة العامل الاجتماعي مضاعفة في هذه البلاد. يعني ولكن أنتم تخوضون هذا النضال منذ سنوات عديدة، هل تمت الاستجابة لجزء لربما من مطالبكم، ولماذا يعني هذا التجاهل من قبل الحكومة لهذه الشريحة للعمال الاجتماعيين في البلاد؟ النضال تبعنا صار له من أكم من سنة، اللي بتقود النضال إنبال حرموني اللي هي نقيبة الأخصائيين الاجتماعيين. النضال تبعنا حسب كل المعطيات هو نضال عادل. حكومة نتنياهو على كل في 15 سنة الأخيرة للأسف قلصت وتجاهلت مطالبنا كأخصائيين اجتماعيين. حان الوقت إنه نقوم باحتجاجات مظاهرات، مش بس من أجل تحسين ظروف عملنا، وإنما من أجل كل المجموعات المهمشة اللي إحنا موجودين على أساس نلبي احتياجاتها. فتقليص الميزانيات وكل موضوع تجاهلنا كأخصائيين اجتماعيين، هاي الأمور بتنعكس سلباً على المجموعات السكانية المهمشة، الفقراء، الأولاد في ضائقة، نساء المعنفات. طبيعي كل هاي الأمور بتنعكس سلباً عليهم. على أساس وزي ما بقول المثل نعم، زي ما بقول المثل عندنا، فاقد الشيء لا يعطيه. نعم. فتصور إذا ظروف عملنا زي ما وصفت، أجورنا في الحد الأدنى من الأجور، فطبيعي هاي الأمور حتى سيكون عليكم من الصعب أن تعطوا بالمقابل يعني في حال يعني لم تحصلوا على حقوقكم. شكرا جزيلا لك السيد مهند جبر، مدير قسم الخدمات الاجتماعية في مجلس أبو غوش المحلي، على هذه المداخلة. بلغ عدد المصابين العرب بفيروس كورونا في البلدات العربية دون المدن المختلطة حتى الساعة 10:30 من صباح اليوم الأربعاء أكثر من 1700 إصابة، مع تسجيل 65 إصابة جديدة خلال اليوم الأخير، فيما بلغت عدد الإصابات الجديدة المسجلة منذ بداية الأسبوع الحالي إلى 99 إصابة وفقا للمعطيات الصادرة عن الهيئة العربية للطوارئ. والمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الدكتور شكري عواودي، المدير الطبي لصندوق المرضى في منطقة الناصرة.
مساء الخير دكتور شكري. يعني بداية، في الأسبوع الأخير نشهد ازدياد كبير بأعداد الإصابات، نتحدث عن أكثر من 500 إصابة بال24 ساعة الأخيرة، هل برأيك سيستمر هذا الارتفاع؟ مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. أولا، هناك ارتفاع مقلق في عدد الإصابات القطري وارتفاع مقلق في عدد الإصابات في المجتمع العربي. وهنا أريد أن أنوه أنه من شهر ونيف حتى اليوم، مع بداية العودة إلى الحياة الاقتصادية العادية، نزلت حالات الإصابات قبل أكثر من شهر إلى 40 20 30 حالات، ما سموه عندها بالعشرات، وعادت ورفعت رأسها من جديد في الفترة أسبوع بعد عيد الفطر بما يخص المجتمع العربي، وكم من يوم بعد عودة الدراسة إلى المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية. هذا الارتفاع هو قد يكون مؤشر لبداية الموجة الثانية من مرض كوفيد 19، أي أنه في البداية لم نتكلم عن موجة ثانية، تكلمنا عن حالات موجودة هنا وهناك، ولكن عندما تصل الحالات إلى معدل يومي بين 400 إلى 500 هذا مقلق جدا، أي أن مضاعفة عدد المرضى نزل من 12 يوم إلى 8 أيام، وهذا مقلق جدا. والمقلق أكثر هو أننا في خضم بداية مواسم الأعراس والمناسبات الاجتماعية في الوسط العربي، وفقط قبل أيام قليلة تم تشخيص مريضة من قرية مجاورة لمنطقة الناصرة شاركت في عرس، وعرس كالتالي في المجتمع العربي عرس بالمئات. وللأسف وأقولها مرارا، للأسف أن الانصياع للتعليمات من البعد الاجتماعي ولبس الكمامة وكل القضايا الهيجينة، القضايا المطلوبة من أجل درء هذا الوباء، نعم، في المجتمع العربي يتعاملون معها بعدم جدية، وهذا ما نلاحظه في الكثير من المرافق العامة في مجتمعنا العربي. نعم، يعني دكتور شكري، يجرى الحديث مؤخرا عن إغلاق مدن وبلدات معينة أو حارات معينة في البلاد، هل هذا هو الحل الأمثل برأيك، أم يعني يجب العودة لربما إلى تقييدات شاملة؟ أنا أعتقد وأقولها بصراحة، هناك تخبط مركزي جدا بين القيمين على الصحة العامة في البلاد وبين من يعمل ويحاول تجير السياسة لصالحه بشخص حكومة إسرائيل. وبالتالي هناك تسمع آراء لأخصائيين في علوم الأوبئة تقول شيء، والسياسيين والقيمين ينفذون شيئا آخر بالمرة، وأصابوا في عدة وسائل إعلامية أن هذا الأمر هو بين حان وما نضعت الحان. أقولها بكل صراحة، من 7 تجمعات التي تسمى المناطق الحمراء في البلاد يوجد تجمعين عربيين، وأقول وهي رهط وباقي الغربية. إذا حضرتك تكلمت عن عدد إصابات بالعشرات في الوسط العربي، الإغلاق لمناطق التفشي أو اللي نسميها البلدات الحمراء ضروري، ولو لأحياء حيث يكون نسبة الانتشار بالنسبة لعدد السكان عالي. مما نخاف؟ لا نخاف من المرضى اللي بنسميهم أسيمتوماتيم، يعني المرضى بدون عوارض. نحن نخاف أن يكون حامل هذا الفيروس يتجول حرا بين هذا المكان وذاك المكان، هذا المرفق العام وذاك المرفق العام، ويعدي الكهلة وكبار السن من أهالينا، ويعدي وينقل الفيروس للمرضى الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لأسباب عديدة، أو أمراض في الخلفية مثل السكري والتهابات الرئات أو أمراض الرئات المزمنة، أو مرضى السرطان الذين يعالجون بالأدوية الكيماوية. نعم. هنا يجب أن نخاف على العزيزين من بيننا، لأن هناك معلومة أنا لا أحب أن أدخل الناس إلى الهلع وبنفس الوقت عدم الخلود إلى السكينة. نعم. دائما توجد الطريق الوسط، الحذر ثم الحذر، لأن معظم الحالات ما زالت حالات سهلة. الارتفاع بالحالات الصعبة كان في آخر أسبوع من 38 ل 42، وهذا ليس ارتفاعا كبيرا،
ولكن أؤكد أننا وأعتقد وأنا أخاف أن نكون أمام موجة عاتية وخاصة في مجتمعنا العربي. نعم، وهنا السؤال دكتور شكري، يعني نلحظ بعض الأصوات أيضا من المجتمع العربي تقول يعني لا داعي لهذا الهلع، يعني تبين بأن الكورونا مثلها مثل الإنفلونزا العادية يعني، ولا حاجة لكل هذا الهلع، وأيضا يعني أن لا يتم يعني العودة إلى التقييدات والإغلاق. أخي العزيز، قبل عدة سنوات كان ما يسمى سارس واحد، وهو مرض خوف العالم منه وانتشر، ولكنه ذهب أدراج الرياح واختفى. وأنا أعتقد أننا سنصل إلى هذه النتيجة، ولكن هذا سيأخذ أشهر كبيرة حتى يصلوا إلى اللقاح والمصل والعلاج المستوفي والضروري. ولكن عندما نصل في العالم ونقول 9,700,000 إنسان في العالم تم تشخيصهم بهذا الوباء، هذا نسبة لعدد الفحوصات التي أجريت، ولكن لو أجريت فحوصات مضاعفة لكان العدد مضاعفا. الأمر المقلق أنه في البلاد في الأسبوع المنصرم كانت نسبة الفحوصات قليلة وعليه كان التشخيص بضع مئات، اليوم ارتفعنا إلى 12,700 فحص يومي، وصار عندنا بين 450 إلى 500 حالة. لو نصل إلى 20,000 أو 30,000 فحص، وهذا ما تغنى به السيد نتنياهو قبل أشهر في خضم شهر مارس الماضي، ولكن لن نصل كما يبدو إلى هناك. قد يكون المصابين وهم أسيمتوماتيك وهم غير حاملين لعوارض المرض، ولكن لديهم كوفيد-19 إيجابي، وعليه يجب الحذر، لأن الحذر كمان مرة أقول ليس على الأشخاص المعافين ولا صغار السن، ولكن أن ينتقل إلى كبار السن والمرضى الذين نسميهم نعم. High Risk Patients. نعم دكتور شكري عواودي المدير الطبي لصندوق المرضى في منطقة الناصرة، شكرا جزيلا لك. وفي سياق متصل، أظهرت معطيات الدوائر الحكومية الرسمية أن قرابة 1,000,000 عامل ومستخدم في البلاد لم يعودوا إلى سوق العمل الإسرائيلي، على الرغم من التسهيلات وتعليق الإغلاقات التي أقرتها الحكومة بعد الإعلان عن تفشي فيروس كورونا المستجد في منتصف آذار الماضي. قرابة 1,000,000 عامل في إسرائيل لم يعودوا إلى سوق العمل بعد انقضاء الموجة الأولى من أزمة كورونا. هؤلاء العمال الذين خرجوا منذ شهر آذار من عملهم لإجازة غير مدفوعة الأجر، ورغم انقضاء شهر على التسهيلات المادية التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية للشركات والمشاريع الاقتصادية بهدف تشجيعها على إعادة العمال، إلا أن هذه المساعدات لم تكن كافية وفق ما يقول بعضهم، ولم تصل للجميع وفق ما يقول البعض الآخر. علي أبو قتيش وهو مقاول بناء تعطل هو وخمسة من موظفيه منذ 3 أشهر ولم يعد أحد منهم إلى سوق العمل. عندي 5 عمال، طبعا 3 منهم من الضفة وأخوتي 2 بيشتغلوا معي، فإحنا بسبب الوباء اللي أجانا الحمد لله من 3.5 أشهر ما اشتغلناش ولا عنا شغل، وفي أشغال تعطلت بسبب الوباء وتخوف الناس من العدوى. مخاوف المواطنين لم تضر فقط في عمل المقاولين، بل إنها تسببت في تضرر الموظفين في الأماكن السياحية. إبراهيم عبد الرحمن وهو صاحب محل حلويات في قرية أبو غوش، كنا قد زرناه في بداية أزمة كورونا في شهر آذار مارس التي أوقف معها جميع موظفيه في المحل، فقد اضطر الآن لأن يستغني عن خدمات يقدمها محله، ومعها استغنى عن بعض الموظفين ولم يعد جميعهم. رجعنا 75% تقريبا من العمال، مجمل العمال، واللي دفعته الدولة من الترجيعات مصاري طبعا ما بتعملش اشي، بس ها نوايا بتسند زير، يعني ممكن احكي لك انه 10% من الدخل الشهري للمحل او مصروف المحل. وفقا لمعطيات مكتب التشغيل والتأمين الوطني، فإن أكبر نسبة للمتغيبين عن قطاع العمل هم في قطاع الضيافة والخدمات الغذائية، أما المساعدات التي قدمتها الحكومة فتبقى دون المستوى المطلوب.
قامت الحكومة الإسرائيلية مؤخرا بتخصيص ميزانية تقدر ب 50 مليون شيكل لدعم مدينة طبرية التي تضررت جراء توقف السياحة بسبب تقييدات كورونا، فيما لم تمنح مدينة الناصرة أي دعم حكومي رغم الضرر الكبير الذي لحق بالعديد من المصالح في المدينة نتيجة أزمة كورونا، ما أدى إلى استمرار أزمة العاملين وفي القطاع السياحي التي باتت شبه معدومة في كبرى المدن العربية في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا. والحديث حول هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الخط الهاتفي عضوة الكنيسة عن القائمة المشتركة السيدة هبة يزبك. مساء الخير هبة. يعني بداية، عندما قررت الحكومة دعم مدينة طبرية بخمسين مليون شيكل، على ماذا اعتمدت ولماذا تم استثناء مدينة الناصرة؟ نعم، مساء الخير. فعلا قامت الحكومة يوم الأحد الأخير بتخصيص ميزانية 50 مليون شيكل لطبرية كتعويضات عن أزمة الكورونا، واعتبار طبرية طبعا بلد سياحية، فيما لم يتم تخصيص أي ميزانية للناصرة ولتطوير السياحة في الناصرة، وخاصة تعويضها عن أزمة الكورونا. ونحن نعلم أنه ما يقارب 50% من موارد الناصرة هي من السياحة، وأيضا ما يقارب 65% من الزوار السائحين الذين يأتون إلى البلاد يأتون أيضا للناصرة. فعمليا نحن نتحدث عن يعني ضرر كبير تسببت به أزمة الكورونا للناصرة، لأهل الناصرة، وخاصة للسوق القديم في الناصرة، للمطاعم، للمرافق السياحية، لأصحاب للباصات، لأصحاب التاكسيات وما إلى ذلك، كل ما يتعلق بالسياحة. فبالتالي الحكومة يعني مثل ما تفضلت قامت بتخصيص موارد لطبرية، قامت بتخصيص موارد لإيلاف أيضا، فيما لم يتم تخصيص أي ميزانية للناصرة. وهذا يعني يذكر أنه طبعا هذا جزء من نهج أيضا يعني لوزارة السياحة التي لا تعتمد أي تخصيص ميزانيات ليس فقط للناصرة إنما للمجتمع العربي والبلدات العربية عموما. لا يوجد أي ميزانيات خاصة مخصصة للبلدات العربية. نعم دكتور هبة، يعني هل لديك بعض المعطيات حول حجم الضرر الذي لحق بالمصالح التي تعتمد على السياحة في مدينة الناصرة، لو تضعينا بالصورة أكثر؟ نعم، الضرر واسع وكبير. مثل ما ذكرت نحن نتحدث عن المطاعم التي يعني جزء كبير، يعني أنت تعلم أنه الناصرة مليئة بالمطاعم وبالمرافق التي تعتمد على السياح. نحن نتحدث أيضا عن السوق القديم في الناصرة الذي يعني أيضا يرتاده السياح. نحن نتحدث عن التجول في المناطق المختلفة في الناصرة التي يعني هذا الأمر يعني تم يعني نحن كل من يتجول في هذه الأيام في الناصرة يسمع صرخة التجار، يسمع صرخة أصحاب المصالح، يسمع صرخة كل من يسكن الناصرة بسبب هذا الضرر الكبير بسبب السياحة. التقدير يعني بالمعطيات هذا ما يجب أن تقوم به وزارة السياحة، وهي لا تقوم بذلك، أو وزارة الداخلية وهي لا تقوم بذلك. نعم، ورأينا يعني المشروع. نعم، رأينا أيضا حملة لربما لوزارة السياحة تشجع المواطنين في الدولة لزيارة للسياحة المحلية، وهي تذكر يعني إيلات وطبرية، ولكن لم نسمع عن الناصرة يعني ضمن هذه الحملة. صحيح، وأنت تتحدث معي ونحن فقط الآن خرجنا من جلسة مع وزير السياحة، جزء كبير من نواب القائمة المشتركة منهم مطنش شحادي، إيمان خطيبة، أحمد طيبي، أسامة السعدي، يوسف جبارين وأيمن عودي، تحديدا حول هذه المسألة مع وزير السياحة والاستثمار في الناصرة واستثناء وزارة السياحة ووزارة الداخلية للناصرة، والحاجة لوضع خطة وحملة إعلامية واسعة لجذب السياحة الداخلية للناصرة. ويعني هذا من جهة، ولكن من جهة أخرى الطلب الأساسي هو خطة ما بين الوزارات المختلفة من أجل تطوير وتعويض الناصرة ومرافق الناصرة على إثر أزمة الكورونا، ولكن أيضا تطويرها عموما وتطوير السياحة في الناصرة، والمشاريع كثيرة في مدينة الناصرة المتعلقة بالتطوير السياحي. يعني هل تلقيتم رد أو كان هناك أي تجاوب من قبل الوزير؟
نعم، نحن فقط الآن أنهينا الجلسة، والجلسة كانت إيجابية بالمجمل. تم استعراض الواقع من قبل جميع النواب، وطبعا النصر هي عاصمة الجماهير العربية، هي المدينة المركزية، وتحظى باهتمام من جميع النواب في القائمة المشتركة. والتجاوب من قبل الوزير كان تجاوب جيدا. نعم. لكن هذا طبعا ننتظر تطبيقه على أرض الواقع قريبا. نعم دكتور هبة يزبك، عضو الكنيسة عن القائمة المشتركة، شكرا جزيلا لك. دهمت قوات وآليات الهدم بحماية الشرطة الإسرائيلية قرى الزرنوق وبير الحمام والرويس مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب الجنوبي صباح اليوم. وأقدمت آليات الهدم على هدم 3 منازل بقرية بير الحمام، وقامت بالاعتداء على المواطنين العزل. على إثر ذلك اندلعت مواجهات بين عناصر الشرطة والمواطنين. قوات وآليات الهدم بحماية وحدة يؤاف الشرطية دهمت اليوم قرية بئر الحمام مسلوبة الاعتراف في النقب، وروعت الأطفال والنساء واعتدت على الشبان وهدمت منزلين مأهولين بعد أن رفض الأهل أن يقوموا بهدم بيوتهم بأنفسهم. العملية الهدم الإجرامية في النقب نحن تعودنا عليها، ولكن اليوم هذا الأمر تعدى هدم البيوت. كان هناك اعتداء على النساء والأطفال داخل البيوت، وهذه بيوت ليست معدل الهدم أو عليها أوامر هدم، ومن ثم الدخول إلى البيوت والبحث عن الشباب، وكان هناك شباب نيام في البيوت والاعتداء عليهم ومن ثم اعتقالهم، وادعاء بالكذب أن هؤلاء الشباب لديهم سكاكين وقاوموا الشرطة، هم كانوا نيام في فراشهم. جو عندنا نيام تودي مهدوا بيتنا، لأن هذا بيتنا وهذا أرضنا وهذا ملكنا أب عن جد. الأرض هذا لنا، هم ما لهم أرض هنا عندنا، وهم جو هنية محتلين، وهم جو هنية من أوروبا وجو من روسيا وجو من هذا، وإحنا أهل الأرض، إحنا الأصليين، إحنا الناس الأصليين، إحنا المواطنين الأصليين في هذه البلاد، والحين هم بيسوون أن إحنا مش الأصليين، مش إحنا مواطنين، وإحنا غير قانونيين، إحنا قانونيين، وبيشهد لنا هذا التاريخ أن إحنا أهل الأرض وهم ما لهم أرض ولا لهم مصانع مثل هنية عندنا. هذه بلادنا أبا عن جد، فيها طابة وفيها كل شيء، وهذا بيتنا وفي 5 أولاد وهدموا اليوم. تأتي هذه الهجمة بعد يومين من مظاهرة الأرض والمسكن بمدينة بئر السبع، التي رفع خلالها الآلاف شعارات ضد سياسة الهدم والتهجير في كافة أنحاء النقب، ومن أجل وقف السياسة العنصرية التي تبنى على فكرة أن الأرض لليهود فقط وأن العرب هم غزاة لأرضهم. هذه ليست سياسة عن جهية فقط، وإنما هي سياسة عنصرية إرهابية، إرهاب تمارسه الدولة ضد المواطنين البدو في منطقة النقب. هذه الوحدة الإرهابية، وحدة يؤاب، جاءت اليوم بكل قوة وجاءت معتدية على الأطفال وعلى الرجال وعلى حرمات البيوت وهدمت هذه البيوت. هذا الاعتداء الصارخ لن يخيفنا ولن يثنينا عن بناء بلادنا، هذه بلادنا. يعني هي هجمة شرسة لها عدة حلقات تتجلى في عدة مناطق في نقبنا الحبيب، في خربة الوطن، مخطط تهجير من أجل التهجير، في العراقيب مصادرة للأراضي، هنا عند أهلنا في بير أبو الحمام، يعني هدم للبيوت بطريقة استفزازية إجرامية، اعتداء على النساء على الأطفال، لا ندري ما السبب، إطلاق نار في الهواء، اعتقال للشباب. يعني إن دل فإنما يدل على أن هذه المؤسسة سلطة الهدم والدمار هي مضغوطة جدا من المظاهرة الجبارة التي كانت في مدينة بئر السبع الكبرى، وتريد أن ترسل رسالة لكل القائمين على هذه المظاهرة، خاصة أخينا حسين الرفاعي. رافعوا علامات النصر ومدعومون من أبناء شعبهم الذين أثبتوا بوقفتهم التضامنية السريعة معهم أنهم لن يرضوا بالظلم، ينتظر هؤلاء الأطفال بناء بيوتهم من جديد وانتهاء سياسة الظلم والهدم والتشريد التي ترافقهم كما رافقت أباؤهم وأجدادهم في العقود الأخيرة. للحديث بإسهاب حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد جمعة الزبارقة، عضو كنيسة سابق وقيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي. مساء الخير سيد جمعة. بداية لو يعني تصف لنا الوضع، يعني كيف دخلت اليوم قوات الشرطة الإسرائيلية وآليات الهدم إلى هذه القرى مسلوبة الاعتراف، وكيف كانت الأوضاع هناك؟
يعني كما تعلم دائما هم يدخلون في ساعات يعني عندما تكون الناس والرجال تحديدا خارج البيوت يعني ذهبوا إلى عملهم، ولكن كانت قواتها إلى دخلت إلى بئر الحمام وقاموا بمحاصرة يعني البيوت وهدموا بيتين. طبعا تصدوا لهم بعض الشباب الصغار السن يعني في أقام واعتقلوا شابان وهدموا البيوت كما تعلم أخي العزيز. يعني النقب تعرض إلى هجمة من كل الاتجاهات من بير هداج جنوبا وحتى خربة الوطن والعرقيب والآن بير الحمام. نحن نتحدث عن مخطط يعني بالذات الأسابيع الأخيرة أصبحوا موجودون في ضغط على ما يبدو هائل، يريدون يعني وكأنه انتهت الدنيا ويجب أن ينهوا قضية النقب. نحن نعلم تماما يعني ذهبنا إلى هناك وكانت اجتماع لجنة التوجيه الآن عدت من بئر الحمام وقررت بعض الأمور. يعني أحد القرارات المهمة هي أن اللجنة المحلية والمجلس الإقليمي ولجنة التوجيه أقرت أن يقومون يوم السبت ببناء البيوت مجددا. نعم. في نفس المكان، وحتى الآن يعني جمعت بعض التبرعات وما زالوا مستمرون الشباب في جمع التبرعات وستبنى البيوت يوم السبت بعون الله. نعم، إذن يعني مصرون على إعادة بناء البيوت، ونحن نشهد يعني في الآونة الأخيرة هبة جماهيرية للأهالي في النقب. وهنا أريد أن أسأل عن التوقيت، يعني بعد يومين من المظاهرة الكبرى في بئر السبع يعني وهذه المشاركة الكبيرة من أهالي النقب في هذه المظاهرة ضد مخططات الاقتلاع وهدم القرى مسلوبة الاعتراف، برأيك يعني هل كيف تفسر هذا التوقيت؟ أنا برأيي أنه أولا مطالبنا هي شرعية ومحقة والمظاهرة كانت جبارة وكبيرة، وهذا على ما يبدو أغضبهم، وباعتقادي بأنه سلطة ما يسمى تطوير البدو أو تسكين أو إسكان البدو، هذه السلطة هي سلطة تطهير البدو أنا أسميها، هذه السلطة دخلت إلى الضغط، وهذا والحضور والمشاركة الجماهيرية الكبيرة لم تعجبهم. كان يوم الاثنين فقط المظاهرة، وستكون أيضا مظاهرات مستقبلية، هذه لم تعجبهم، وكانت ردة فعلهم يعني أوتوماتيكيا. يعني اليوم هدم في تل عراد، هدم في بئر الحمام وأيضا في تل عراد، والآن يعني يتجولون في العراقيل. يعني هم يهدمون والناس تبني، ونحن نتحدث عن بناء وحياة وهم يتحدثون عن هدم وقتل وهذا يعني وخلع أشجار، ليس فقط يعني القضية وكأنه شجرة في كيرن كيرت مقدسة ممنوع المس فيها وشجرة العربي يعني مباحة. هذا ما يجري الآن. يعني أقرت عدة شغلات، منها مظاهرة غدا مثلا الساعة 6، وأنا أستغل هذه المنصة من أجل دعوة الجماهير في النقب الساعة 6 في مدخل الزرنوق، ويوم يعني يوم المظاهرة يوم قبل المظاهرة هدموا في الزرنوق أيضا البيتين. نعم، يعني في ظل هذه الهجمة هنالك الساعة 6 مساء يوم غدا الخميس ستكون مظاهرة في مدخل قرية الزرنوق، وهو نفس المدخل لقرية بئر الحمام. نعم سيد. وأيضا أقرت مسيرة سيارات إلى القدس ستكون خلال الأسبوعين القادمين، ونحن نتحدث عن أهم شيء في الموضوع هو بناء البيوت مجددا يوم السبت. نعم، ولكن يعني في ظل هذه الهجمة الشرسة من قبل السلطات الإسرائيلية على المجتمع العربي في النقب، كيف يتم تعزيز مقومات الصمود لدى الأهالي، وخاصة نحن نتحدث يعني عن كرة تهدم لأكثر من 200 مرة ويعني اختراقات يومية للقرى مسلوبة الاعتراف؟ يا سيدي العزيز، نحن نعول بالأساس على صمود الناس وصمود أهلنا، والصمود يعني النقب يسطر صمود أسطوري منذ 70 عاما وسيبقون. يعني في النقب يهدمون البيت ويقومون الناس ببناء الخيمة على ركام البيت والعيش فيها، لأنه علاقتنا متجذرة وقوية مع الأرض وليس مع المبنى وليس مع المنزل وليس مع الحجر، هي مع الأرض، ونحن مستمرون. يعني هذا يعني نحن لا نتفاجأ من تصرفاتهم،
ولكن بالأساس المعنويات عالية، المعنويات في الغروب، والحمد لله، والناس لديها أمل كبير، وأرجلنا ثابتة على الأرض وداخل الأرض عميقا عميقا. وهذا ما وهذا يعني المؤشر الوحيد الذي يعطينا أيضا النفس والمعنويات العالية. نعم، عضو الكنيسة السابق جمعة الزبارقة وقيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، شكرا جزيلا لك. بينت نتائج بحث جديد أجرته جمعية سيكوي حول مؤشر التمثيل أنه في أوج الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة التي نتجت عن أزمة كورونا، وفي حين أن معدلات البطالة في البلدات العربية وصلت آنذاك إلى 30 حتى 40%، تم إقصاء المجتمع العربي وخبراء الاقتصاد العرب من الصحافة الاقتصادية. للحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا السيد أمجد شبيطة، مدير مشارك في جمعية سيكوي. مساء الخير سيد أمجد، يعني بداية لو تحدثنا أكثر عن هذا البحث لمؤشر تمثيل العرب، وهذه المرة في الصحف الاقتصادية، لماذا الصحف الاقتصادية وما هي أبرز النتائج؟ صحيح، يعني نحن أجرينا الفحص في الصحف الاقتصادية المركزية الثلاث، The Marker, Globes وCalculist. أردنا أن نفحص هذه الجرائد لأننا نعتقد أن المجتمع العربي يستحق تغطية ملائمة، ليس فقط في الإعلام العام وإنما أيضا في الإعلام المهني وفي الإعلام يعني المتخصص بالقضايا الحارقة. ونحن نعرف أنه القضية الأكثر إلحاحا في هذه الفترة هي قضية الانعكاسات الاقتصادية لأزمة كورونا، وبناء عليه أجرينا فحصا مكثفا للتغطية في هذه الجرائد الثلاثة المركزية في شهري آذار ونيسان، وتبين بأن نسبة المواطنين العرب من مجموع المحاورين هي فقط 1.8. أنا أريد أن أضيف إلى المعلومات المعطيات التي ذكرتها أنه مش بس أنه 30 إلى 40% فقط من المواطنين العرب كانوا في عداد العاطلين عن العمل، إنما أيضا هنالك معطيات مقلقة. مثلا 9% فقط من المواطنين العرب عادوا إلى سوق العمل بعد يعني ما فرجت قليلا أزمة الكورونا، مقابل 21%. هذا يعني أنه المجتمع العربي يعاني أضعاف ما يعانيه المجتمع الإسرائيلي، ويتطلب تغطية على الأقل 20% من المواد الإعلامية، ولكننا رأينا يعني فجوة حادة جدا. نعم سيد أمجد، لنشرح أكثر للمشاهدين كيف من الممكن لتجاهل المجتمع العربي والخبراء الاقتصاديين من الصحف الاقتصادية أن يؤثر وينعكس على الواقع الاقتصادي في المدن والبلدات العربية؟ أولا من الواضح أنه عندما نتحدث عن المختصين العرب نتحدث عن قدرتهم على جلب رواية المجتمع العربي وقضايا المجتمع العربي. يعني مثلا نحن نعرف أنه العنف والجريمة في المجتمع العربي تستفحل لقضايا تتعلق بالاقتصاد، تتعلق بالتمييز ضد المواطنين العرب من خلال يعني سياسة القروض، سياسة البنوك التمييزية بكل ما يتعلق بالقروض للمصالح العامة. وجود مختصين واقتصاديين عرب في هذه المنصات يوضح صورة المجتمع العربي واحتياجاته في السياق الاقتصادي وتغييبهم وتغييب لهذه القضايا من جهة. من جهة ثانية نحن أيضا نتوقع من الإعلام أن يستضيف المختصين العرب ليس فقط كونهم عربا إنما كمحاضرين في كبرى الجامعات وكباحثين، ليس فقط في ما يخص المجتمع العربي، وهذا يساهم بكسر الصور بكل المجالات، وهذا التغييب هو تعزيز للنظرة النمطية الاستعلائية ضد المواطنين العرب. نعم، يعني سؤال أخير، هل تقومون بإرسال هذه النتائج لهذه الصحف؟ ولماذا برأيكم يتم تجاهل الخبراء الاقتصاديين العرب؟ ما هي الحجة يعني لدى هذه الصحف؟ نعم، نحن نقدم هذه المواد إلى المتخذي القرارات في هذه الصحف، إلى هيئات التحرير. وبالنسبة إلى الحجج التي يستخدمونها، هنالك العديد من الحجج. إحدى هذه الحجج بأن وجود المواطنين العرب قد يضرب
الريتنج انتشار هذه الصحف ووسائل الإعلام، وهذا يعني مرفوض علينا تماما، لأن هنالك مسؤولية مهنية وأخلاقية على وسائل الإعلام أن تحملها. ولكن الإدعاء الثاني هو بأنه لا يوجد لديهم معلومات حول المختصين العرب، وهنا نحن نقول لهم بأنه هنالك حاجة لتشغيل المواطنين العرب إذن من جهة، ولكننا أيضا قدمنا حلا أعتقد بأنه يعني ممتاز، وهو من خلال إقامة موقع يسمى إيليست، وهذا الموقع يعني يضم معلومات واسعة عن مختصين عرب في كافة المجالات المهنية. نعم أمجد شبيطة، مدير مشارك في جمعية سيكوي، شكرا جزيلا لك. وجه 120 برلمانيا فرنسيا من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب ومن مختلف التيارات السياسية الفرنسية رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطين، وذلك ردا على خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية البدء بتنفيذها قريبا. كما وقع أكثر من 1000 برلماني أوروبي على رسالة تعارض بشدة خطط الضم الإسرائيلية لمناطق من الضفة الغربية، وتثير الرسالة مخاوف جدية بشأن المقترحات وتدعو إلى اتخاذ ردود مناسبة. تصاعدت الحملة الأوروبية الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية ولجميع الإجراءات الاحتلالية الإسرائيلية، حيث اتسعت دائرة التضامن الأوروبي مع الشعب الفلسطيني لتشمل المزيد من البرلمانيين والمسؤولين ومنظمات المجتمع المدني. وواجه 120 برلمانيا فرنسيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ومن مختلف التيارات السياسية الفرنسية رسالة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يطالبونه فيها بالاعتراف بدولة فلسطين ردا على خطة الضم التي تعتزم الحكومة الإسرائيلية البدء بتنفيذها قريبا. وعدد البرلمانيون في رسالتهم مجمل الردود الدولية الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية، مطالبين الحكومة الفرنسية بأن تتقدم إلى الأمام في سبيل الحفاظ على حل الدولتين كحل وحيد يوفر الأمل لتحقيق سلام دائم في المنطقة، وأن تكون الدولة الفلسطينية دولة حقيقية وليست مجرد بانتوستانات معزولة بعضها عن بعض. ودعت الرسالة إلى اعتراف أوروبي مشترك بدولة فلسطين تقوم به الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فإن تعذر الاعتراف الأوروبي يجب على فرنسا أن تقوم منفردة بالاعتراف بدولة فلسطين. من جهته قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن علاقات الاتحاد مع إسرائيل ستتأثر في حال تنفيذها مخطط الضم لأراض فلسطينية، وأكد على رفض الاتحاد الأوروبي لمخطط الضم وأنه لا يعترف بأي سيادة إسرائيلية على الأراضي المحتلة عام 67 بما فيها القدس. وأضاف خلال مهرجان أقيم في مدينة أريحة في الضفة الغربية إن أي ضم من شأنه أن يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي وأن يقوض آفاق حل الدولتين، وهو مرفوض من قبلنا. وإشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يراقب عن كثب تبعات هذه المخططات، ويؤكد أن في حال تم تنفيذ أي ضم فسيكون هناك رد من الاتحاد يتناسب مع هذه التبعات، ويرى أن ذلك سيكون له نتائج على العلاقات بين الاتحاد وإسرائيل. وفي نيويورك قال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إن تغيير الحدود بين دولة فلسطين وإسرائيل لا يمكن أن يتم إلا من خلال المفاوضات والاتفاق بين الطرفين وتطبيق القانون الدولي. كما يواصل المجلس الوطني الفلسطيني اتصالاته مع كافة البرلمانات والاتحادات والجمعيات البرلمانية في العالم وحثها على تحمل مسؤولياتها التي نصت عليها مواثيقها وأنظمتها في الوقوف إلى جانب العدل والحق والقانون الدولي وحماية حقوق الإنسان ورفض الظلم والعدوان والاحتلال الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني. وأشاد المجلس الوطني بالموقف البرلماني الأوروبي الرافض لخطة الضم الإسرائيلية للأراضي الفلسطينية المحتلة، داعيا الاتحاد البرلماني الدولي إلى إعلان موقفه من خطة الضم وحق الشعب الفلسطيني في إنهاء الاحتلال. ودعا البرلمانات العربية والإسلامية إلى تسخير كافة إمكانياتها وعلاقاتها لحشد رأي عام برلماني دولي لمواجهة خطة الاحتلال وسياسته العنصرية وإرهابه بحق الشعب الفلسطيني. وللتوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي سعادة السفير سلمان الهرفي، سفير فلسطين في فرنسا. مساء الخير سعادة السفير. يعني بداية، عندما نتحدث عن أكثر من 1000 برلماني أوروبي عبروا عن إدانتهم لمشروع الضم الإسرائيلي، ماذا يعني هذا الأمر وإلى ماذا من الممكن أن يمهد؟ مساء الخير لكم وللمستمعين.
هذا أولا قرار هام جدا وتوجه هام جدا، أن الرأي العام التشريعي في أوروبا غير مقتنع بكل هذا العدوان الإسرائيلي الموجه إلى الشعب الفلسطيني، وعمل إسرائيل بخطوات إسرائيل هذه خارجة عن القانون الدولي، خارجة عن نظام الأمم المتحدة، خارقة لقرارات مجلس الأمن. هذا يعني رسالة للشعب الإسرائيلي أن حكومتكم تدفع بكم إلى الهاوية للخروج من المنظمة الدولية التي أنشأت إسرائيل. على الجانب الإسرائيلي، على الشعب الإسرائيلي أن يدرك جيدا هذه الرسالة الواضحة والصريحة، أن من أنشأ دولة إسرائيل هي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، وناصرها ودعمها، والآن هي تعتدي على الآخرين، فلا يمكن أن تكون في أمن وسلم وتعرض الأمن والسلم الدوليين في آن واحد. فبالتالي هي هذه رسالة من العالم أن على الشعب الإسرائيلي أن يمعن جيدا في هذه الرسالة، وأن يكبح جماح هذا اليمين المتطرف الإسرائيلي المتمثل في الحكومة الإسرائيلية التي تأخذ مثل هذه القرارات المجحفة بحق القانون الدولي، بحق المجتمع الدولي، وبحق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة. نعم. وعلى حدود الرابع من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية. حل الدولتين ليس هو المطلب الفلسطيني بالأساس، بل هو عبارة عن عملية توافق دولي رضي بها الفلسطينيون وأقرها الفلسطينيون وأقرها رابين. ولكن الحكومة الإسرائيلية منذ تولي السيد نتنياهو وحكومته المتعاقبة، وهم يدفعوا المجتمع الإسرائيلي ويخطفوا المجتمع الإسرائيلي باتجاه التطرف، وهذه نتيجتها أن المجتمع الدولي ينفض من حول إسرائيل، وأن هذا المجتمع يقر حقيقة واحدة أن للفلسطينيين حق إقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة، وهي دولة بكل معنى الكلمة، وليست بس بنتستونات وعبارة عن أرخبيل من الجزر المتناثرة للفلسطينيين. نعم. وبدون سيادة. هم يرفضوا هذا الشيء، يرفضوا الدم، يرفضوا السياسة الإسرائيلية العنصرية، يرفضوا التأسيس لنظام عنصري أبارتايد جديد في الأراضي الفلسطينية المحتلة. نعم سعادة السفير، بالحديث عن فرنسا وبريطانيا على وجه التحديد وهما حليفتان أساسيتان لإسرائيل، هل شهدنا بالسابق أصوات بهذا الحجم من داخل هاتين الدولتين تدين إسرائيل وتطالب بالاعتراف الفعلي بالدولة الفلسطينية؟ أنا أقول لك بصراحة، أنا عشت الأحداث منذ 50 عام في أوروبا، وعملت في أوروبا في أكثر من فترة، لم نجد هذا الدفع وهذا الوضوح في المواقف الأوروبية مثل هذه الأيام، وإن كانت هي مواقف ليست كافية، لأننا الآن لحد الآن هي على صعيد نظري وصعيد بيانات. نأمل من الاتحاد الأوروبي، نأمل من بريطانيا التي أسست لدولة إسرائيل أن تنصف الشعب الفلسطيني وأن تأخذ قرارات عملية. لا يمكن أن الوزن بميزانين والكيل بمكيالين، هنا تدان هذه الدولة أو تلك الدولة وتفرض عليها عقوبات، وعندما يأتي الأمر إلى إسرائيل نبدأ في بيانات وكلمات وعبارات منمقة. نحن بحاجة لمواقف واضحة وصريحة، وهنا جاءت نداء البرلمانيين الأوروبيين، البرلمانيين الفرنسيين، البرلمانيين البريطانيين، و25 دولة في أوروبا تقول نحن نريد الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران وعاصمة القدس الشرقية، وأن تكون هذه الدولة ذات سيادة ولها سيطرة على حدودها، لها سيطرة على ثروتها في باطن الأرض وفي أجوائها، أن تكون هي ذات سيادة كاملة وليست منقوصة. من هنا نحن نثمن هذه الأصوات، ولكن نقول أن هذا لا يكفي، نريد خطوات عملية. إسرائيل هي كانت بالأساس وأنشأت بالأساس بدعم أوروبي، وعلى أوروبا أن تقوم الآن برعاية الدولة الفلسطينية التي يجب أن ترى النور. فهذه الدولة كان من المفروض أن تقوم في سنة 1947 ب
بكافة الحجج التي قيلت لا غير مقبولة. الآن هو أن تجسد هذه الأرض على هذه الدولة على أرض الواقع، وهنا الشعب الفلسطيني يستحق هذه الدولة. الشعب الفلسطيني ناضل وعانى منذ أكثر من 100 عام، ومنذ أكثر من 72 عام من الاحتلال، أكثر من 72 عام، من 53 عام من الاحتلال للضفة الغربية والقدس وغزة. الآن هو المشروع الدولة الفلسطينية يجب أن يتجسد على أرض الواقع. هذه الرسالة، وهذا هو تمنيات الشعب الفلسطيني على المجتمع الدولي. إذن يعني ما هي الخطوات الرادعة لإسرائيل التي يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذها لوضع حد لهذا التمادي في إسرائيل؟ تعرفون أن عنجهية السيد نتنياهو لن تنفعه ولن تفيده، ومهما حاول أن يمارس من الضغوطات مع حليفه الولايات المتحدة الأمريكية متجسدة في هذه الإدارة برئاسة ترامب على الدول كافة لن ينفع ذلك، وأن العالم يطالب بالعدالة للشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له مكان تحت الشمس، ولا يمكن أن يكون هذا المكان إلا على أرضه في فلسطين. وهذه رسالة واضحة وصريحة من المجتمع الدولي بأنه يقول إذا لم تفوا بالتزاماتكم الدولية أيتها الحكومة الإسرائيلية فعليكم أن تنتظروا قرارات لا يمكن أن تكون تسر لا الشعب الإسرائيلي ولا حكومة إسرائيل، وعليها أن تتحمل عاقبة قراراتها المتعجرفة وقراراتها العدوانية وقراراتها العنصرية. وفي حال يعني استمرت إسرائيل في مشروع الضم، كيف سوف ينعكس ذلك ويؤثر على علاقاتها مع الدول الأوروبية ويعني على فرنسا مثلا على سبيل المثال؟ أهم ما يمكن أن يكون هناك شرعنة للنضال الفلسطيني عالميا ودوليا، والشعب الفلسطيني ليس أرملا وليس معزولا. العالم بأقاطبة يدعم الشعب الفلسطيني، والشعب الفلسطيني مثل بقية الشعوب سيمارس حقه في مقاومة الاحتلال بكافة الأدوات وبكافة الأساليب التي شرعنتها الشرعية الدولية، وهنا لا يلومنا أحد. هذه الرسالة الأولى. أما الرسالة الثانية فهناك أساليب كثيرة لفرض عقوبات، وكما فرض في على جنوب أفريقيا، واضطر جنوب أفريقيا أن تتفاهم مع الأكثرية السوداء في جنوب أفريقيا، على إسرائيل أن تفهم أن فرض نظام عنصري جديد، تمييز عنصري جديد، أبرتايد جديد لن يقبل به العالم، وأن العالم سيرد بكل ما تعني هذه الكلمة من رد. هناك بالأمس شرعنت محكمة حقوق الإنسان في أوروبا الPDS أي المقاطعة لإسرائيل، وهذه أيضا رسالة من محكمة حقوق الإنسان في أوروبا، وهذا سيترجم إلى 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 محافل أخرى سياسية وتشريعية وقضائية وتعاون في مع الاتحاد الأوروبي أو غيره من العالم. نعم سيادة سعادة السفير سلمان الهرفي سفير فلسطين في فرنسا، شكرا جزيلا لك. كل شكر لكم. أما الآن إلى أبرز ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشغلت قضية العنف والجريمة رواد الشبكة من أبناء المجتمع العربي بعد أن وصل عدد الضحايا جراء جرائم العنف خلال أسبوع واحد فقط إلى 6 ضحايا. وقام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتداول فيديو مؤثر لوالدة المغدور أدهم ناطور من كفر ياسيف تطلق من خلاله صرختها، محملة المسؤولية للشرطة والحكومة المتخاذلة عن أداء واجبها بالقبض على المجرمين على حد تعبيرها. فلنشاهد. صور أنا بالتعب، أنا يعني هو بالتعب، أنا ابني عمره 20 سنة ربيته بدموع عينيه، ربيته بدموع عينيه، كلمته ما كانتش كثير تبان عندي. أنا ابني فقدته ورايح ناس كميات كثير تكتب أولادها. البوليس مش عشان موجود هنا عشان أنت تحمينا، لا انت شاي، انت كل البوليس لما انا ابني انقتل البوليس كان بعيد عنه 10 طول. انت هون عشان اذا صار فشت ارض تيجوا تجمعوا لنا تاكلونا، انتم بتحموناش. احنا هون دوله عنصريه، اليهود بدهاش ولا عربي باسرائيل، حطت سلاح حطت مخدرات تقتلوا بعض موتوا بعض.
مين سمح للي قتل ابنه ياخذه منه؟ حرموا من امه، حرموا من ابوه، حرموا من اصحابه كلياتهم. الله يحرم دم امه ينعم عليه زي ما حرق دمي على ابنه. هذا بدل ما ازفه على الكتاف انا حطيته بالتابوت. هذا حطيته بالتابوت، هذا العريس حطيته بالتابوت. التابوت بيجي عليه والصغير بعده بالعمر والطيوط وبالابله. هاي حكومه الله يجازيكم ان شاء الله يا كلاب يا كلاب. ومن البلاد إلى روسيا التي أحيت الذكرى 75 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، وأقيم الاستعراض العسكري في موسكو والعديد من المدن الروسية اليوم الأربعاء، وقد شارك نحو 14,000 جندي في استعراض النصر في موسكو، ولحقت في سماء العاصمة والساحة الحمراء 75 طائرة حربية ومروحية. فلنشاهد بعضا من هذه المشاهد. هورا! Российской Федерации и знамя победы! وبهذه المشاهد التي تأتينا من روسيا نصل إلى ختام جولتنا البانورامية. نشكر لكم حسن المتابعة، ولا تنسوا متابعتنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء.